مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، هكذا تعلن الانطلاقة شوطنا الثامن الذي خصص للجعدان. نسير مع البداية الأولى وناخذ الصدارة والمقدمة شاهين للسيد عبد الله بن نايد بن مسلم، بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام يتواجد جعار بن عيد القادم شاهين محمد بن عيد بالقبشي، والمركز الثالث 112 يتواجد بحضورة أيضا هنا أو 212 شاهين محمد بن أحمد العامري يتواجد في تحدي هذا الشوط. ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول. هناك بن عيد، بن عيد أيضا يقدم حضوره، يقدم تواجده على صدارة هذا الشوط. الله 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 على المركز الأول، على القيادة الأولى. هناك المسيطر مشاهدينا الكرام الله على هذا أيضا التواجد، وصل وتحرك شاهين محمد بن أحمد العامري، ولكن محمد بن عيد بالقبشي لا زال مؤكد شاهين على الصدارة. المركز وصل، وصل بن سبعين، وصل بن سبعين يقدم حضوره، يقدم تواجده، يقدم لنا هذا المسار القوي. الله 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 الرباعية الرباعية الرباعية، ولا لكن محمد بن أحمد، محمد بن أحمد هنا يقدم حضوره، يقدم تواجده، يقدم هذا الاسم الكبير. تهانينا والناموس لسيد محمد بن أحمد على فوز شاهين بهذا الشوط. المركز الثالث 70 بن محمد 70، المركز الثالث للسيد سالم بن سلطان بن ميرين. التوقيت 2:15 ثانية.